الله بذكرك كأنه مبارح، ومذكر حتى بطولة 2006 كنت موجود في القاهرة، كانت بشهر يناير، وكمان بقيادة حسن شحاتة تمكن المنتخب المصري الفوز على، كان أسماء كبيرة، دروغبا، كانت إيتو نفسه كان لاعب في منتخب الكاميرون في 2006. الحلو باللقب أنه مصر تفوز بالحارس البديل، الحارس البديل، وفي لعبة بدلاء أيضا يعني مع الشناوي، أيضا أحمد الحجازي القايب، أحمد الحجازي ركيزة قوية وركيزة أساسية ولعب مؤثر في الفريق. لكن صراحة يعني تشوف أنت مشوار منتخب مصري بعد ما تأهل منتخب كوت ديفوار، كلهم قالوا إن مصر راح تخرج أقصى، منتخب المغربي أيضا أقصى، وأنا معاك هنا قلت الفائز من الفريقين حيكون الكاس. وين قلت هذا الحكي؟ قلت هني. وين هني؟ هني معاك. هلا بعد ما يفوز الفريق. لا والله. نمزح. عم نمزح بالله. أنا واحد ما سمعت. أنت ما سمعت وحي لك. حيلك من الأول أنت ما سمعت. بعدين جاك منو؟ مع منو؟ مع المغرب. الآن مع الكاميرون. كاميرون صاحب الأرض. صاحب الأرض، كل فريق أقوى من فريق. بس بصراحة الشوط الأول كان كاميروني. كاميرون، لكن. بس كان صعب عليهم جدا الكاميرونيين يقدروا يخترقوا ال. هم لعبوها صراحة، خاصة كيروش يعني يحسب له. التنظيم الدفاعي، خلق المساحات يعني، والآن عندهم بين ماني وبين صلاح، وإن شاء الله صلاح فخر العرب يجيبها إن شاء الله. مع أنه انطرد اليوم كيروش بالمباراة. صحيح مصطفى، أول شيء نبارك لأم الدنيا مصر الفوز، وإن شاء الله عقبال الكاس بإذن الله تعالى. أعتقد أن كيروش رد على كثير من المنتقدين. نعم. الإعلاميين المصريين اللي انتقدوه خلال البطولة كلها، وانتقدوا اختيارات، انتقدوا حسن شحادة واخذ اللقب ثلاث مرات اخذوا، مو مره. اليوم كيروش يرد عليهم ان بهذا المنتخب، بهذا الفكر اللي عند كيروش وصل المنتخب الى المباراه النهائيه. نعم، وبصراحه يعني انا حكيت اكثر مره انه احنا لو نجيب كيروش ومورينيو واليكس فيرجسون ومين بكم بعد، ومعلش وارسن فينجر، وحطوهم كلهم يدربوا، ما بيجيب واحد لقب ثلاث مرات من المغرب والجزائر وتونس والكونغو وزامبيا وساحل العاج والكاميرون ونيجيريا وجنوب افريقيا، جابوا ثلاث مرات ومع هيك ضلوا ينتقدوا فيه لحسن شحات. يعني